مشاهدينا ضيفنا لهذه الفقرة امتهن فن الخداع البصري، فاحترفوا قدم عروض الخداع البصري على مسارح عديدة وشارك في موسم الرياض. وترى هو مو بس يلعب ويؤدي خدع بصرية، هو أيضا يحلل الشخصيات. نقدر نقول إنه شخصية تبهرك بشكل شامل وكامل. أكيد نرحب بضيفنا اليوم صالح العبيدي، رئيس الاتحاد الدولي للخداع البصري في السعودية. للخداع البصري في السعودية. ما شاء الله عليك صالح، كيف حالك؟ أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ مرة مبسوطين أنك معنا صالح. يمكن إحنا تقابلنا قبل كذا قبل 5 سنوات تقريبا في سيدتي برضو، واليوم صالح يختلف تماما عن البدايات. فما شاء الله اليوم انت اصبحت رئيس الاتحاد للخدع البصرية، وهذا شيء جدا رائع، وهذا الدليل يدل على تميزك في هذا المجال. فكلمنا اكثر اليوم، ايش بيقدم صالح؟ شوفي، اختصر ببساطة، قبل 5 سنوات تقريبا كل اللي كنت اسويه كان يعتمد على خفة اليد. نعم صحيح. خلال 5 سنوات طورت في عدة مواضيع وعلوم مثل البادي لانجوج، وممكن نستخلصها كلها في الباراسايكولوجي اللي هو لغة الجسد وقراءة نبرات الصوت والتنويم المغناطيسي والتحليل والتخاطر. هذه فنون جديدة أضيفت إلى ما كنت عليه. كذلك فن الإلوجن، مثلا أقص شخص نصين، الوهم الوهم هو إهامات للعين. فرض أنه نفصل الشخص نصين أو نرفع شخص عن الأرض 3-4 متر في الهواء. انت للدرجه تطورت يا صالح. اللقاء الجاي ان شاء الله كلنا فوق. ما شاء الله. الله عليك يا صالح. يعني دائما يعني يمكن من صغرنا واحنا نحب نتفرج على الناس اللي تلعب الخفه، لانه شيء مبهر، شيء زي ما قالت ريم يخليك تفكر انه كيف سوى كذا. كلنا نعرف انه ما هو بسحر، كلنا نعرف. هم يمكن عالميا او في بعض الدول يقول لك هذا ساحر هذا ساحر، يعني هو في النهايه زي ما قلت خداع بصري ولعبه، ولكن كمان تحتاج ذكاء، تركيز والى اخره. فاكيد يعني مشاركتك في موسم الرياض ما جت من فراغ. كلمنا عن مشاركتك في موسم الرياض، شاركت بايش؟ ايش الاشياء اللي انت سويتها او ايش الخدع اللي انت قدمتها ومتى كانت؟ كانت الأمانة تقريبا في ديسمبر 21 موسم الرياض هذا. موسم الرياض هذا اوكي، اللي هو شهر 12. كانت مدة 4 ايام، جاء لله الحمد عليه تمديد 2 يوم بسبب الاقبال العالي. كان هذا عرض بالنسبه لي شيء مختلف تماما، حيمشي معي طول عمري، لانه كان عرض بثيم سعودي كامل، يحكي قصص سعوديه وتراث المملكه العربيه السعوديه. الزي اللي كنا لابسينه، الزي النجد القديم، اظهرنا خيل من لا شيء، بمعنى انه شبهناه بعبيه. طبعا ما تتشبه، بس فقط تشبيه تمثيلي ممكن نقول. كان عرض لله الحمد مره جميل، استخدمنا فيه موسيقى عربيه، استخدمنا الات عربيه، دخلنا الاغاني العربيه والسعوديه. كان الاقبال مره عالي، الناس اللي برا كانوا دبل اللي في المسرح 3-4 مرات ما شاء الله. صارت له تغطيه، كان تقريبا هو عرض متكامل يعتبر كعروض عالميه، يعني من الالف للياء. سوينا ريهيرس تقريبا اسبوع كامل، كتبنا القصه في شهر كامل، يعني كل حاجه كانت مبنيه. الاجهزه اللي استخدمناها سويناها في السعوديه، بناناها هنا، كان فيها تراثنا، فكان حاجه مره حلوه. يعني صراحة نقول عمل سعودي 100% من وإلى، من الالف للياء. صالح خليني اسالك، انت تقدم دورات وورشات عمل؟ صحيح. يعني لو ابي اتعلم تقريبا كم احتاج وقت؟ على حسب التخصص اللي انت تبين تدخلي له. يعني مثال، يعني اول حاجه اي لاعب خفه حيمشي في الورق، ففي اساسيات حنتعلم فيها، اساسيات الكروت، طريقة مسكة الكروت، طريقة فن التشتيت، فن الاقناع، نبدا ندخل بعض الفنون اللي هي تطور طريقة اللعب بالكروت. بعد ما تبدا انت تكون مؤهلة للاساسيات، الاساسيات هذه تاخذين فيها من شهر الى 3 شهور. واو. انت الحين خلصت الاساس، بعد ما تتعلم الاساس حتبدين تتعلمين كيف تبتكرين شيء خاص فيك. نعطيك امثلة، خدعة خدعتين 3-4، خلاص الخدعة هذه ماشية على نفس الأساسيات اللي أنت تعرفينها، فتبدين تطورين فيها بالكروت. طبعا موضوع أنك تدخلين في قراءة الأفكار هذا تخصص له لاين ثاني مختلف، موضوع الدخول في التنويم المغناطيسي لاين ثاني مختلف، الإلوجن مختلف تماما. فهو على حسب الشخص هو إيش يبي. متى يحدد؟ بعد ال3 شهور الأولية. بعد ال3 شهور يبدأ هو يحدد. في كورسات مبدئية أنه الشخص يعني يعرف خدعة خدعتين أو 3 خدع. هذه من نفس أول ورشة أو ثاني ورشة أنت تطلعين تقدرين تسويها. طيب واعمار الاطفال، في اطفال عندك ولا في عمر معين؟ في ناس احنا ناخذ من 6 سنوات.
حلو. إلى ما لا نهاية. في النهاية هو ما يعتمد على العمر، يعتمد على نسبة التركيز الشخص اللي أمامه. جميل، ما شاء الله عليك صالح. صالح أنت من يوم ما دخلت كده وحاطت صندوق هنا مغلق وما في أحد فاهم إيش الحكاية، ولا تبغى تقول لنا إيش فيه، إيش حكاية الصندوق ده يعني؟ إيش نيتك اليوم يعني؟ لا تخوفنا الله. هذا الصندوق هو دائما أسميه صندوق الحلم. 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 أنا كل يوم أحلم شيء وأكتب وأحطه في الصندوق هذا. حلو. فدائما صار كذا أمشي معي الصندوق هذا بشكل شبه يوم يعني. الصندوق مقفل وما في إلا هذا المفتاح اللي يفتحه خليه معك طول الوقت. طيب. إلى ما نبدأ. طيب. نبدأ إيه؟ أبدأ. طبعًا. إحنا كلنا تصير معنا أشياء غريبة ممكن طبعًا. اللي هو إحنا ممكن نحس هاللحظة شفناها من قبل. وصار لها مسميات علمية كثيرة وصار لها تحاليل علمية كثيرة. أنه ممكن الإنسان في بطن أمه يشوف تاريخ حياته، ممكن الإنسان عنده عين أسرع من عين بثواني، ممكن الإنسان حلم بهالشيء فعقله اللاواعي وشافها في اللحظة هذه، فصار لها تفسير عديد من عدة علماء، بس ما في شيء مقنع ومؤكد إلى الآن. أحيانا إحنا برضو نحس كبشر يوم نجلس مع الناس إنه هالشخص نفهمه من أول لحظة، نحس هو شخص كويس أو شخص سيء. أحيانا نحس إنه نحن نقرأ الشخص اللي قدامنا، يعني نجلس مع ناس فترات طويلة نحس إنه نبدأ نفهم تصرفاتهم، إنه نعرف إذا زعل كيف حيكون شكله، كيف حيكون صوته، إذا كان فرحان حتى لو خبى هالشيء يبان معنا، لأن تعودنا على تعابير وجهه، تعودنا على البادي لانجوج حقته، تعودنا على نبرات صوته، فصار في تكوين عندنا مزروع في عقلنا اللاواعي لهالشخص. طبعا جسم الإنسان في لغة الجسم أو لغة الجسد، عقل اللاواعي يعطي إشارات لا إرادية لك. مثال بعض الإشارات ممكن إحنا حتصير معكم يوم مثلا قعدتوا في اجتماع فرضا مع مديرك وحسيت الكلام ما عجبك لا إراديا حتحطين هالطريقة. هذه طريقة حماية. صح. عند الإنسان إنه يحس إنه هو قاعد يحمي نفسه من الشخص اللي قدامه. تمام. ففي عدة معالم، كيف الشخص يكذب، كيف الشخص طفش، كيف الشخص يحاول يخترع شيء ما هو موجود، أو كيف الشخص ممكن إحنا نسميه بالعامية يبحر. أيوة. فهذه العلوم لها مسار طويل مختلف تماما. فالحين حسيت أنه أنا حلمت بهاللحظة من قبل، قبل 24 ساعة من هاللحظة أنا فعليا حلمت بحلم، والحلم هذا أنا كتبته في ورقة، والورقة حطتها في زجاجة، والزجاجة حطتها في البوكس وقفلت البوكس وعطتك المفتاح. الحلم هذا مو أنا اللي حكتبه، الحلم هذا أنتم اللي حتكتبونه باختياراتكم الكاملة. يعني أنا ما راح أجبر أي أحد فيكم على أي حاجة، أنت بكامل اختيارك حتقول الشيء اللي أنت تبيه. طبيعة تكوين الإنسان من فترة الطفولة إلى المراهقة إلى الشباب، حيمر بمراحل كثير، حيسمع صون حتكون معه ماشية طول حياته، حيشوف أسماء فنانين مذيعين ممكن كانوا إلهام له في حياته ومشت معه إلى هاللحظة، حيشوف موقف أو يأكل أكله هو صغير ما ينساه، يحس أنها صارت جزء منه أو من طفولته صارت معانا. أكيد هالأشياء إحنا ما قلناها لأحد. أنت قاعد تنورنا دحين لما قاعد تصير وإيش قاعد تسوي؟ أنا لاحظت إنه قاعد يشتتنا يمكن، ما أدري. ما أدري. ممكن أنا قاعد أرتبط معكم. بس أنا مستمتع يعني بالحديث، ما أدري ليش. ممكن أنا قاعد أرتبط معكم. ممكن قاعد أخليكم ترجعون بشريط الذكريات شوية لورا. أبيكم تلمسون كل شيء كانت أثر على حياتكم أو مرتبطة كانت معكم. أنا ما راح أجبركم على أي شيء. تبون تختارون هالشيء بكامل إرادتكم أو تبون تتصلون على شخص خارج الاستوديو تماما ما اعرفه انا يعطيكم او يساعدكم او يختار بدل عنكم، لكم حريه الاختيار. يعني تبغاني انا اقول جزء من الحلم ومها وعود؟ ايوه انا حقول قصه. اوكي. وانتم حتكملون النقاط. حلو. يلا. جميل. يلا. كيف يعني نكمل النقاط؟ حقول لكم الحين. اوكي. انا وكنت نايم قبل 24 ساعه من هاللحظه حلمت اني انا سافرت الى مدينه. الى وين؟ مدينه. اوكي. في العالم. اي مدينه في العالم. اوكي. صراحه انا ناسي هالمدينه وش كانت، بس انتم حتذكروني ايش هي. مدريد. اوكي. مدريد. صدقيني الاختيار السريع يكون اسهل لي. ما تبين تفكرين تختارين شيء ثاني؟ عاد انا صدقيني اني احب مدريد واحب ريال مدريد، ففعليا حلمت اني انا اسافر الى مدريد. انت بكامل ارادتك اخترت، ترى يمديك تغيرين ما تبين. شور. مدريد. دائما شيء متسرع بطباعك شكلك. اوكي. سافرت الى مدينه مدريد. فعليا انا في الحلم حلمت ان انا اسافر الى مدينه مدريد وماخذ شنطتي وماشي كالعاده، طبعا الرحله راحت علي واحجز انا رحله ليل واروح الصباح عادي. فراحت علي الرحله فتعاونوا معي وسووا لي رحله ثانيه، اخذت شنطتي وصلت مطار مدريد وضاعت شنطتي كالعاده يعني.
واروح هناك اشتري ملابس لين تجي شنطتي بعد يومين واخذها. وانا في مدريد رحت اتمشى في معالم مدريد وقابلت فنان. فنانة مذيع، شخصية مشهورة بشكل عام. انجلينا جولي. انجلينا جولي، اختياراتكم مرة سريعة. تبينها تبين تغيرينها؟ لا، ليش اغيرها؟ يعني ما ادري، هو هل في صح وخطا؟ هل في؟ لا 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 عادي. أوكي. بس انا ابيك تكون مقتنعه باختيارك. انجلينا جولي؟ اوكي، قابلت انجلينا جولي. تمام؟ وجيت عند انجلينا كنت مره مبسوط اني قابلتها في مدريد. فانا سافرت الى مدريد، فالحين فعليا انا قابلت انجلينا جولي وجلست معاها وسويت لها كم خدعه وانبسطت. تمام؟ قلت لها خلاص ان شاء الله الكليب حقك الجاي انا اطيرك وانت تغنين. هي تغني صح؟ لا أطلني. ممثلة. ممثلة؟ اوكي، المسلسل الجاي اطيرك فيه. اوكي. فوافقت يعني. في الحلم طبعا. فقلت لها لازم انا اعزمك على اكله. اوكي؟ ففكرت ابي حاجه كذا صعبه، ابي اعزمها على اكله صعبه. يمديك تختارين، يمديك تتصلين على اي شخص بكيفك. ابيك تصعبين علي. تبغاني اصعبها عليك؟ ابيك تجيبين حاجه ما تخطر في بالي. ما تخطر في بالك انت؟ يس، حاجه مو تقليديه، مو معتاده. حتى يعني مثلا عند الغرب مو معتاده. مدريد وانجيل مثلا معصوب صعب ان نلاقيه مدريد. كابلي يا ريت. كابلي. فهمتي؟ معصوب حلو. لا انا اخترته. انت اخترت المعصوب. انا ما بدك تختارين شيء انا اخترته. تمييز يا سيدي ولا يهمك. لا تجيبين شيء قريب. صعب. كابلي ريم تحبين. اعطيني اكله حجازيه. كابلي. كابلي؟ لما انتم ما هي اكله حجازيه بالمناسبه. اوكي كابلي. انا ما اعرفها، اول مره اسمع فيها ترى. بس ما ادري كيف سمعت فيها في الحلم. طيب انا سافرت الى مدريد وقابلت انجلينا جولي واكلت انا وياها اكله الكابلي. كانت مستغربه صراحه بس مستمتعه بالاكله. تعرفين وش مكونات هالاكله؟ وش مكونات الاكله هذه؟ رز ولحم وبطاطس وشويه بهارات غريبه، منها برتقال وورق وورد. اوكي، كلكم جربتوا الاكله هذه؟ احسك انت ما جربتي. جربتي كابلي؟ ايه حلو، كلكم جربتوا. انا ما جربتها، لازم تعزموني اكيد عليها. اكيد. شو طيب تعرفون تطبخونها؟ انا اعرف. لا والله ما اعرف. تعرفين؟ حلو، لازم تساعدونها. طيب. انا فعليا قبل 24 ساعه من هاللحظه انا حلمت بهالحلم. حلمت اني انا في مدريد، رايح لمدريد. حلمت اني قابلت انجلينا جولي وسولفت معها، سويت لها بعض الخدع، عزمتها على الكابلي. هذه احلام العصر. شكلك كنت نايم العصر. كنت نايم العصر. قبل 24 ساعه من الحين العصر. صرت تقرا الافكار. شفتي انت كسرت مثال 40 يوم، انت 40 ثانيه. ست شلون؟ خلاص انا خفت منك. تكمل تقرا افكاري. طيب فعليا انا حلمت هالحلم وحطيت، جبت ورقه اول ما صحيت من النوم وسجلت معلومات هالحلم في هالورقه. صفطت الورقه هذه ولفيتها وحطيتها في علبه قزاز، وحطيت العلبه القزاز في البوكس وقفلتها بالقفل وحطيتها في البيت. لا تقول انها في البوكس. وحطيتك البوكس هنا واعطيتك المفتاح. يلا افتح البوكس، انا بدي اموت وافتح البوكس هذا. قم افتح البوكس انت. بس حيعطونا الشباب الطاوله. في شيء ثاني حيحصل هنا يا عشان المشاهد. في شيء ثاني؟ تفضل جيب الطاوله هنا. أيوة. تفضل. انا بخلي اللقاء عفوي تماما عشان كاني في بيتي، كاني في ستيج. أكيد. اوكي أكيد. الحين انتم معي، انا ماني معاكم عشان نكون جدا عفويين وبسيطين. حاخذ الطاوله بس من الشباب. احتاج الكاميرا. حلو. البوكس معنا، ابيك تتاكدين ان البوكس مقفل من كل الجهات. أيه ما في اي شيء. أيه. مفتوح. أيه. القفل مقفل زين. أيه. تماما، ما في الا المفتاح اللي معك هو المفتاح الوحيد اللي حيفتح هذا البوكس. ممكن؟ تفضل. اوكي. قبل 24 ساعة من هاللحظة أنا كتبت هالمخطوطة اللي كانت داخل البوكس هذا اللي كان مخطوط عندنا طول الوقت قدامنا على الطاولة. المخطوطة هذه مكتوبة بقلم حي أو بحبر حي عشان لا يكون نقول مثلا في طابعة داخل البوكس فرضا. تمام. المخطوطة هذه مكتوب فيها أشياء. الحلم.
أنا قبل 24 ساعة حلمت أني سافرت إلى مدينة مدريد. كان عندك فايدة صح؟ واو. وقابلت الفنان أو الفنانة أنجلينا جولي. اوكي. هذه الحين البارت الصعب. اوكي. واو، اوكي. اني اكلت معها اكلة كعبي. طيب شوف. ونهاية الحلم حلمت انها تصفق لي. طيب شوف. ابغى اقول لك شيء. قولي لي شيء. برافو برافو. 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 السر هنا في الطاولة. في الطاولة؟ في الطاولة مو في الصندوق. حجيب لك اياها لين عندك. سنزل العلبة. يعني مو لازم الطاولة والصندوق يعني. عشان تتأكد بس. لا السر في الطاولة. أسرار ال. لا خليها تتأكد. لعب الخفة يعني. ماذا عن طلعها للمشاهد مباشرة؟ عادي عادي عادي. فتشي يا أودي. ما راح أفتش على الهواء، فتحت الهواء راح أفتش. هذه قدامك شفت تاكلين. انا ما راح افتش على الهواء الثاني. طيب تاكلين. اوكي يعطيك العافيه صالح. يعني انا خفت منه والله العظيم. يعني ما شاء الله. لا انا عشان تتاكدين انا ما عندي اي حاجه اخفيها تماما نهائيا. عشان يعطيك العافيه تماما بهالشيء. الف شكر. بس عشان اصعبها عليك اكثر. ايه عشان تتاكدين بكل شيء انا اسويه. اكيد انت حاطه رقم سريع على جوالك صح؟ في احد يعرفه غيرك؟ لا ابدا صح؟ حسوي تجربه معك. اوكي. انا حلمت حلم ثاني. اني قابلتك وشفتك قدامي تفتحين الباسورد السري حق جوالك. و اتذكر هو ست ارقام ولا اربعه كان؟ سته. ست ارقام صح؟ وغيرت رقم جوالي السري وخليته نفس رقم جوالك السري. اوكي. تصدقيني؟ ولا لا؟ طيب انا ما ابي اشوف بينك وبين نفسك. ابيك تمسكين جوالي وتجربين تحطين باسوردك السري. طيب ليش احطه بجوالك؟ انا قلت لك غيرت باسوردي نفس باسوردك، جربي. طيب شوف انا بحط رقم مو برقم السري. لا جربي باسوردك، انا قلت لك باسوردي نفس باسوردك، انا عارف انك حتسوي هالحركه من قبل. اوكي علق. ما فتح. متأكد انه باسوردك؟ اي والله. شور؟ شور. هقول لك حاجة. استنى اخربط لك علشان دحين تكشف باسوردي. خلص لي؟ حمسح لك بعد. اني اطلع باسورد جوالك السري مرة سهل. بس خليني اجيب حاجة صعبة أكثر. اوكي. عندك تاريخ يوم وسنة معينة خاص فيك ما في أحد يعرفه؟ تحسين أنا صعب أعرفه؟ حتى لو بحثت عنه. شور. كم تاريخ اليوم؟ يوم نحن الحين؟ لا تاريخ اليوم اللي يعني لك. كم الرقم حقه؟ ما راح اقول. قولي عادي، هو مو باسوردك صح؟ ايه. طيب كم؟ قولي. 16. اي سنة؟ 2009. 2009. سهل نعرفه صح؟ انا فعليا اني حلمت اني اقابلك سألتك عن هالتاريخ وقلت لي 16/9/2009 يعني لي مره كثير، عشان كذا انا غيرت رقم جوالي وخليته 16/2009 لانه عارف اني حق تختار هالشيء. خليته باسورد جوالي. والله مو هو باسورد حق جوالي. مو باسورد جوالي بس باسورد جوالي هو التاريخ الخاص فيك اللي انا ما اعرفه. اوكي. اللي انا حلمت فيه. اوكي. دائما مبدع يا صالح ومختلف ومتجدد ومتطور ومواكب ومفاجئ خلينا نقول كالعادة. ممكن كان لك ظهور في معرض العطور وفاجأت كثير من النجمات هناك وصدمتها وشفنا هذه الصور المتداولة فما شاء الله عليك يعني مبدع ورائع. أنا عارف إذا بديت بصور جوالك 2/2 نهاية 15. اسمع صالح مرة شكرا لوجودك معنا بدأت تخوفني والله. 2/0/4/15 باسورد جوالك. يعطيك العافية. تقدرين تجربين تفتحين قدام الناس الحين. صالح يعطيك العافية وشكرا لك كل يوم معنا. صدمتها أنت صدمتها. مرة. أنا ما بيقول لازم تغيرين. أنا تعبت أنا كل يوم أغير الباسورد حقي فأنا الحين هذا آخر شيء. السعودية صارت تعرف الباسورد حق جوالك. يعطيك العافية صالح. شكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا صراحة استمتعنا معك مرة. بالعكس أنا استمتعت أكثر وأتمنى أكون خفيف لطيف عليكم. وان شاء الله حاجه كذا اقول لكم حاجه حصريه كذا يعني السريع قولها ان شاء الله خلال شهرين 3 شهور
عندي مشاركة في بطولة ميرن أوورد للأوسكار العالمية للماجيك شو في لاس فيغاس. ما شاء الله. واو. نتمنى لك التوفيق. نبغى عزيمة عاد يا صالح. أكيد. مو تروح هناك وتنسانا، لازم ترسل لنا دعوات، حابين إن احنا نحضر وندعمك. أكيد بلاكس. أكيد كل التوفيق. تشرف. يعطيكم ألف عافية. مشاهدينا وصلنا لختام فقرتنا اليوم، يعطيكم العافية على ويعطي صالح العافية على اللي سواه فينا اليوم احنا بنات. نكمل أكيد بعد الفاصل. بعد الفاصل، هل التنازل عن الحقوق يعطي الحق للآخرين للتمادي أكثر في حقنا؟ ومتى يكون التنازل الخيار الأفضل؟